استقبل الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني الجنرال ساحر شمشاد ميرزا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارة رسمية لرئيس هيئة الأركان الباكستاني لمملكة البحرين للفترة ما بين 20 إلى 23 من مايو 2023. جاء ذلك بحضور معالي الفريق الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني وسعادة اللواء الركن عبد الرحمن راشد السعد مدير مكتب سمو رئيس الحرس الوطني والمقدم الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة قائد وحدة العمليات الخاصة والسيد محمد أنيل زفر القائم بالأعمال بسفارة جمهورية باكستان لدى المملكة. ولدى وصول رئيس هيئة أركان الجيش الباكستاني إلى معسكر الحرس الوطني كان في مقدمة المستقبلين سمو رئيس الحرس الوطني ومعالي مدير أركان الحرس الوطني وسمو قائد وحدة العمليات الخاصة، حيث جرت مراسم استقبال رسمية عزف فيها سلام الفريق، ثم تفقد سموه والضيف ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية للضيف. وخلال اللقاء رحب سمو رئيس الحرس الوطني برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية والوفد المرافق، منوها سموه بأهمية تبادل مثل هذه الزيارات والتي تأتي في إطار تطوير وتنمية العلاقات العسكرية بين مملكة البحرين وباكستان. وبحث الجانبان خلال اللقاء عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك، كما تم استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة على مختلف الصعد، وبخاصة ما يتعلق منها بالمجال العسكري، حيث أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين وبدور الجيش الباكستاني في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بعدها اطلع رئيس هيئة أركان الجيش الباكستاني على منجزات ومهام الحرس الوطني من خلال إيجاز عسكري تضمن الخطط والاستراتيجيات التي ينتهجها الحرس الوطني في تنمية ميادينه العسكرية والإدارية. تلاها زيارة متحف الحرس الوطني للأسلحة القديمة، ثم كتابة كلمة في سجل كبار الزوار للحرس الوطني. من جانبه عبر رئيس هيئة أركان الجيش الباكستاني عن شكره وتقديره لسمو رئيس الحرس الوطني على حسن الضيافة واهتمامه المستمر بتطوير مستويات التعاون الثنائية بين الجيش الباكستاني والحرس الوطني، وذلك تأكيدا على عمق العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.